بنرحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. ويمكن من دقايق كنا بنتكلم عن الموضوع المخدر، كان أستاذ عادل بيقول بياخد حاجات وأدوية جدول كانت صعبة جدا عشان تسكن الألم، لكن الحاجات دي بيكتبها الأطباء في أضيق الحدود ولظروف مرضية معينة، إن ما فيش علاج ممكن يسكن الألم غير المواد المخدرة دي. لكن لو بشكل عام تكلمنا على المخدرات، في أنواع معروفة وبنسمع عنها من زمان جدا، وتجارة المخدرات والشباب اللي بيقعوا فريسة ليها، لكن في الفترة الأخيرة بقت تظهر أنواع تانية مستحدثة جديدة. يعني تقول ايه هو ده، يعني انت تقول لك ايه ده اصله كان ضارب شابه، ايه الشابه ده يعني وبيعمل ايه، وبعدين تلاقي برضو اصل الشاب الفلاني انتحر، اصله ده كان بيدمن، اصله ده رفض يروح لما صح، يعني بيصححوا لي الاسم بيقولوا شابه او شاب ما اعرفش يعني، بس هي كلها انواع مستحدثه. بس النهارده نحاول نشوف ايه هي الانواع دي وازاي بيلاقوها وبيقعوا فريسه فيها وتاثيرها ايه، لانه التاثير النفسي للشباب او للي بياخد المواد المخدره دي بيبقى صعب جدا جدا، قبل كمان ما نتكلم على تاثيره على الصحه الجسديه وعلى المخ والقوى العقليه وعلى حاجات كتير جدا. ايه هي الانواع المستحدثه دي ونتعامل معاها ودورنا كمجتمع وكدوله هو ايه؟ بيسعدنا وشرفنا جدا دكتور كرولس بطرس، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان. صباح الفل يا دكتور، نورنا، اهلا بيك. منورنا يا دكتور، اهلا بيك. انا الحقيقه يعني قبل ما اسالك ايه الانواع المخدرات المستحدثه او حاجه كده، هي بتيجي منين الحاجات دي؟ يعني مين اللي بيقعد يستحدثها؟ وهل كلها حاجات كيميائيه ولا في المستحدثات ممكن يبقى في حاجه طبيعيه يعني؟ طيب، هو زي ما حضرتك قلتي في المقدمة، هو في مخدرات احنا سمعنا عنها من زمان جدا بتبقى جاية من بعض الحاجات في الطبيعة وبيضيفوا عليها مواد كيميائية، زي الحاجات المشتقة من نبات القنب مثلا، مشتقات التتراهيدروكانابينول اللي هي الحشيش ومشتقاته، زي مشتقات الأفيون المورفين واللي بيطلع منه الهيروين ومشتقاته وهكذا. لكن مؤخرا بدأت تظهر حاجات تشبه المواد دي لكنها مخلقة مصنعة، عشان كده بيسموها مستحدثة. يعني هي تشبه تأثيرها لكن هي لأن هي مخلقة ومصنعة بيضاف إليها خلطات غريبة جدا، يعني كل فترة بنلاقي خلطة طلعت كده كمية مواد محدش كان يسمع عنها، ما كانش موجودة حتى في المعامل تحاليل ليها، بدأت تبقى تظهر حاجات مستحدثة تشبه تأثير المخدرات القديمة، لكن يعني بيحاولوا يستحدثوا حاجات أولا عشان يعني الحاجات المعتادة الدولة عاملة جهود قوية جدا فيها، فبدأت تظهر حاجات مش موجودة في التحاليل فده بيحتاج جهود أكبر وهكذا. فالمستحدث ده بيبقى ليه تأثير مخدر وتأثير ضار على الصحة الجسدية والنفسية لكنه مش الحاجات اللي سمعنا عنها. طول عمر المخدرات لها تأثير سلبي طبعا، بس كانت الحاجات الطبيعية ممكن كنت تسمع واحد لما تضايق عليه يقول لك أصل أنا واخدها المزاجي، بس كل المستحدثات اللي بنسمع عنها هي عبارة عن حاجات بتلحس الدماغ، يعني مش يعني ما بيبقاش ليها تأثير وقتي يروح فيتطلب ان هو عايز تاني. ده احنا بنشوف ناس بتتمرمط في الأرض، ومرة أنا مرة قبل كده يمكن من سنتين زعنا واحد كان سايق ميكروباص ونزل وقف في نص الشارع ونزل قاعد يتوه كده والناس تضربه ولا هو هنا وحاجات كده، وإيه اللي بيحصل؟ طيب خلينا الأول نتكلم يعني هو إيه أشهر أنواع دلوقتي. يمكن ظهر في 2014 مثلا القنابيات المستحدثة الستروكس والفودو، ودي حاليا كمان موضة تعتبر إدمت شوية اللي هو الستروكس. حاليا ظهر الأحدث أو يعني الأكثر استحداثا منه اللي هو المنشطات المستحدثة أو مادة الميثامفيتامين أو زي ما حضرتك قلتي بيسموه شابو أو بيسموه الأيس أو كريستال ميث، وده يعني تسميته جاي من أنه عبارة عن كريستالات بيضة صغيرة، عشان كده بيسموه كريستال ميثامفيتامين، هو الماده بتاعته نفسها. الحاجات دي فيها موضه كمان، كل شويه بتروح موضه او تبقى فيه حاجات مستحدثه بتبقى فيها موضه، وبيضيفوا يعني نفس الماده نفسها بتاعت شابو بيتضاف عليه حاجات تاني، بتلاقي متضاف عليه مهلوسات، متضاف عليه احيانا مبيدات حشريه، متضاف عليه حاجات، كل ده خلطات غريبه بتطلع فجاه. الحاجات دي بقى ليها تاثيرات زي ما حضرتك قلت استاذ حق، مش مجرد بس على الصحه الجسديه لكن كمان المواد دي، يعني ماده الميثامفيتامين ماده منشطه جدا، فزي ما حضرتك قلت بتبقى بيبان كأنه نشط جدا، كأنه صحي جدا، كأنه فايق جدا، لكن هو في الحقيقة العكس كده تماما. هو ليه تأثيرات قصيرة المدى، مجرد ما بياخده بيعمل ارتفاع درجة حرارة الجسم، بيعمل ارتفاع شديد جدا في ضربات القلب، بيعمل ارتفاع في درجة يعني بيعمل لخبطة. ده اللي هيجنني يا دكتور. طيب ما حضرتك متخصص برضه في الحتة النفسية، يعني أنا أعرف واحد مثلا هياخد مخدر يقول لك عشان مزاجي كده وبتاع ومش عارف إيه، ده لو يعني فيها مزاج يعني، بس هو بيتوهم ده. بس إيه يعني واحد ياخد حاجة يخليه ينزل يتمرمط في الارض؟ لانه في البدايه يعني ايه اللي يخليه يشتري حاجه بفلوس
هتبهدله بالظبط، لانه مش هتمرضه، هتبهدله يعني. كتير هي مش منتشره اكتر ما بين اوساط الشباب اللي سنهم صغير، لان هي بتعمل حاجات كتير. يعني كنت لسه جاي اقول لحضرتك ان هي بتعمل مهلوسات، بتعمل هلوسه، بتعمل جو كده كانه عايش في عالم تاني، بتبتدي يشوف هلاوس. هو بيبتكر انه ده تأثير حلو، لكن للأسف ده أحيانا بيؤدي لأعراض ذهانية وأعراض عقلية تستمر معاه. دي بتحصل بعد فترة قد إيه من التعاطي؟ يعني إيه اللي يعني حالته بتبقى عاملة إزاي في البداية وبعدين بتتدهور أو بتوصل لغاية فين؟ في بعض المواد المستحدثة بتظهر يعني، وكانت ظهرت في بعض أفلام السينما كده، بتظهر تأثيرها بعد يعني دقيقة من التعاطي، بيبتدي يدخل وكأنه داخل في رحلة من عالم موازي، من مهلوسات موازية. هو بالنسبة له ده بيبقى شيء جديد، شيء حلو، فهو مش بيهتم بالحالة الجسمانية اللي بتظهر عليه في الأول. أنا عايز أقول لك كان في حادثة كده من فترة، جريمة قتل حصلت في الشارع واتفصلت رأس الشخص عن جسمه اللي اتقتل، واللي اتقال بعد كده بالتحليل للجاني إنه الشاب. فهي ممكن توصل إنه ما يبقاش شايف أو حاسس لدرجة يعمل كده، بس كنتش حاسس بنفسي لدرجة البشعة دي. هو بيبقى واصل مرحلة من إحساس ثقة زائفة إن هو بيقدر يعمل أي حاجة في أي وقت في أي مكان، فمجرد ما حد يبتدي بشكل عقلاني يتناقش معاه أو يتكلم معاه أو يعني يبقى في نقاش عادي إنساني عادي خالص، هو بيبقى عنده سلوك عدواني، رد فعل عدواني شديد جدا، مش بس اتجاه الغير هو اتجاه نفسه. كتير جدا من متعاطي الشرب بيقدموا على الانتحار، كتير جدا من كتر لو دخلوا في سكة الأعراض الذهنية إن هو بيشوف هلاوس أو بيسمع أصوات بتقول له اعمل كذا، دي أعراض ذهنية، أعراض عقلية. هي بيبتدي هو مش بيبقى مدرك إن هو مجرد تعاطي مادة ممكن تدخله في ده. احيانا بتستجيب العلاج واحيانا ما بتستجيبش، ممكن تمتد لطول عمره الاعراض الذهنيه دي، مش بيبقى مدرك ده، بيبقى مدرك ان هو انا شويه وهتبسط وهشوف شويه هلاوس وشويه حاجات وهرجع تاني. طب برضو ايه لو الواحد يعني عايز اقول ازيك نكتشف انه حد بيتعاطى ده؟ للاسف يعني احنا ساعات بنكتشف في البيت لو في شخص مدمن بعد فتره بيكون وصل لمرحله وحشه، ايه اللي لاحظه خصوصا في الحاجات المستحدثه؟ يعني يمكن الاعراض القديمه دي في الافلام متكلموا عنها كتير والاعمال الدراميه، في الحاجات المستحدثه الاحظ ايه على ابني، على واحده مثلا، على جوزها، ايا كان، وابتدي اتعامل معاها ازاي؟ هو اي تغير مفاجئ في السلوك، يعني زي ما قلنا الحاجات المستحدثه دي زي الشاب وبيعمل سلوكيات عدوانيه فجائيه ما كانتش معتاده من الشخص، ما كانتش معروفة، أي تغير في السلوك مفاجئ، أي حتى تغير في الأعراض اللي هو أنا بشوف حاجات، أنا بشك واحد وزوجته بيشك في زوجته أو في شريكة حياته، بيبتدي يقول في حد بيكلمني، بيبتدي يقول إن الناس اللي كانوا بيتكلموا عليا، دي كلها أعراض ذهنية. أي تغير مفاجئ في السلوك العدواني، بيبقى في سلوكات عدوانية شديدة جدا زي ما حضرتك قلتي، في جرائم قتل بتحصل تحت تأثير مخدر الشرب. فأي تغير مفاجئ في السلوك العدواني ده بنبتدي نفكر، طبعا مش هنقدر نقول ان كل حد بيتغير سلوكه اكيد بيتعاطى شرب، ولكن ده بيخلينا نحط علامه استفهام، هل في مواد مخدره في الموضوع؟ ده جزء. جزء تاني موضوع المتابعه المستمره، يعني كتير جدا، وده يعني الدوله موليه اهتمام كبير جدا ملف الصحه النفسيه، كتير جدا من الاهالي ساعات بيفكروا انه لا لو ابني طلع مدمن حاجه او بيتعاطى حاجه فانا هخاف اروح لاي مستشفى، هخاف اروح لاي مصحه، هخاف اروح لاي مستشفى صحه نفسيه. بالعكس، هو كل ما الحاجات دي قدرنا نتتبعها، قدرنا نكتشفها، قدرنا نتخطاها في الاول، قدرنا نتابع مسار علاجها في الاول، كل ده كان التعافي اسرع وكان التعافي افضل. فالاكتشاف بالاسر عاده بيبقى اي تغيرات في السلوك. طب اللي حضرتك بتقوله الشاب او ما شابه ذلك والستروكس والحاجات دي كلها بنلاقيها اكتر موجوده في يمكن في المناطق الشعبيه اكتر من المناطق. طب ده بياخد مخدر وده بياخد مخدر، بس في المناطق الراقية شوية متجهين ناحية حاجات غالية شوية، فهل هو سعره رخيص فمتداول فالناس بتقدر الشباب الصغير ده بيقدر يوصله؟ طيب، هو في البداية لما دخل مصر كان أساسا سعره غالي جدا، وكان فعلا زي ما حضرتك بتقول هو منتشر ما بين الطبقات العالية ماديا إن هو يقدر يجيبه، لكن زي ما اتفقنا إن هو حاليا للأسف بيتصنع، يعني بيخلطوا عليه حاجات فده بيقلل سعره، فبدأ ينتشر أكتر في المناطق الشعبية، بدأ ينتشر أكتر في المناطق. طبعا اللي بيصنع هو كده كده يعني بيأذي الناس، فيكشي ياخده ويموت حتى، ولا هيضيف عليه حاجات خطر. بقول حضرتك في بعض المواد بيضيفوا عليها مبيدات حشرية، بيضيف عليها بعض المخدرات أو أنواع التخدير اللي بتستخدم في تخدير الحيوانات في العمليات الجراحية للحيوانات زي الكيتامين والكيتالار، بيتضاف عليها ده، فده بيبقى أساسا ليه تأثير عقلي وذهني وجسدي في اللحظة نفسها، وممكن احيانا يسبب فعلا وفاه لبعض الاشخاص، ده غير التاثير النفسي والطويل المدى والتاثير العقلي.
فحاليا للاسف سعره بدا يقل مع زياده الخلطات. احنا كل يوم في المعامل بنكتشف خلطات جديده، بتيجي تعمل تحليل للمخدر ده مش بيور شاب يعني. هو ده مشجع لان يعني يقبلوا عليه اكتر، يعني لما السعر هينزل حتى لو مع زياده الخلطات، الخلطات دي بتزود الهلاوس، بتزود الحاجات اللي بتوهمهم بالانبساط العقلي والتاثير الجسدي والتاثير النفسي اللي بيحصل. هم فجأة بيكتشفوا انه ايه ده حلو، ده تأثيره افضل فنكمل فيه. لكن للأسف هو ده موجود في مصر بس ولا موجود في دول كتير؟ يعني الدول المتقدمة يستخدموا، كله بيستخدم في كل ده، كل الدول فيها مخدرات وفي دول بتصرح بتداول المخدر، بس هي المخدرات اللي هي بتاعت زمان دي اللي معروفة اللي يظهر بقت موضة قديمة ولا ايه؟ لكن الحاجات اللي هي بضيع العقل دي متداولة للأسف في كل الدول. لأن خليني أقول لحضرتك مادة الأمفيتامين نفسها، مش الميثامفيتامين، مادة الأمفيتامين كمادة علمية إحنا بنستخدمها في علاج بعض الأمراض زي علاج اضطرابات فرط الحركة بشكل مقنن على مستوى العالم، مصر موجود فيها برضو. لكن لما بنستخدم مادة إحنا بنستخدمها في علاج مرض ونقعد نخلط فيها حاجات ونخلق فيها حاجات، فبتدي يطلع لنا مادة مهلوسة، مادة بتعمل تأثير مخدرات، فموجودة للأسف معظم الدول. أساسا الشابو مكان يعني هو جه مصر من بره، يعني هو مش بدا من عندنا يعني، مش مولود في مصر. لا انا هستاذنك في تليفون لحضرتك سؤال ونكمل كلامنا. استاذ عادل صباح الفل. يا استاذ عادل. اوكي طب هو في مشكله دايما بتبقى، او انا بشوف انها مشكله رغم انه ده الصح، ان المدمن لازم يبتدي الخطوه الاولى بنفسه ويقول انا عاوز اتعالج رغم صعوبه الخطوات اللي هتحصل بعد كده. عشان نوصل للخطوه دي حضرتك بتبقى شبه مستحيله، يعني بنبتدي نحاول ونحاول، بس هو اللي بيبقى واصل لمراحل ازاي هطلع منه كلمه انا عاوز اتعالج. وعلاج الادمان بشكل عام زي بعض، اقصد في المراحل وفي الاماكن، ولا الحاجات المستحدثه دي ليها طرق مختلفه او بتاخد فتره زمنيه في العلاج مختلف؟ طيب في الجزء الاول من سؤال حضرتك، فكره ان المدمن يوصل مرحله ان انا عايز اروح اتعالج، هو يعني عاده او المعتاد او اللي بنسمع عنه دي مش بتحصل بسهوله، بتحصل لما يبقى وصل لمراحل متاخره جدا ويبتدي يكتشف انه مثلا اقتصاديا او ماديا بقى في حاله ضياع، صحيا او نفسيا او عقليا. احيانا بتبقى اصعب في المخدرات المستحدثه لانه اساسا لو دخل في حاله ذهنيه او اعراض ذهنيه هو مش مستبصر بمرض، في حاجه اسمها الاستبصار بالمرض، هو مش عارف انه مريض، هو عنده هلاوس واوهام وضلالات وهو فاكر ان دي حقيقه، هو بيقول على نفسه انا جامد بالظبط، فهو فاكر ان دي حقيقه. فعشان نوصل مرحله انه انا عايز ده بيحتاج بقى جهود متكاتفه جدا من العيله ومن اللي حواليه ومن الناس، مثلا لو بيروح اي مجتمع كنسي شبابي بيحتاج تكاتف، اللي هو احنا بنشاور له على مشاكلك، خلي بالك انت كنت كده وبقيت كده، بنشاور له على الحاجات اللي بيخسرها، بنشاور له على الحاجات اللي ممكن يخسرها. في عائلات بتحاول دايما انه مش مهم اعمل اي حاجه، طب خد فلوس، المهم ما تاذيش نفسك، ده احيانا بيساعده يكمل. لا بنقول لهم احنا مش ابنكم وهتساعدوه وهتقفوا جنبه، بس مهم دي مش مساعده، ده بالعكس ده اذى. طب انا معلش يعني هو النهارده اللي برضه اللي بيشرب حتى سيجاره بيبقى عاوز يعني عايز يشرب سيجاره تاني بعد كده عشان النيكوتين وعشان تاثيرها وعشان يعني بيبقى ليها تاثير عليه. طب الحاجات دي برضه لو هو يعني لو هو خد مره وخلاص وبقى يعني قعد فتره ما خدش هيبقى كويس فما ياخدش تاني؟ لا للاسف الحاجات دي فاهم. الحاجات دي مجرد ما بتدخل الجسم، يعني هو اساسا مخدر بيتم طحنه واستنشاقه او حقنه في الدم، مجرد ما بتدخل الجسم بيعلي نسب الدوبامين بشكل عالي جدا عالي جدا. فنسب الدوبامين لما تعلى لاول مره في الجسم بالشكل ده، هو بيعمل هلاوس، بيعمل ارتفاع في ضربات القلب وبيرتفع في حراره الجسم، بس في المقابل كمان بيعمل حاله من النشوه الرهيبه جدا اللي الشخص بيبقى عمره ما شافها. هو بيتبسط بيبقى فاكر كل مره هياخد نفس النشوه، بس هو بيكمل عشان يوصل للنشوه دي، وبيبقى عايز جرعه اكبر. بتقل كمان احساس النشوه ده، متهيألي كل ما يدخل في الطريق اكتر بتقل. فعشان كده زي ما استاذ حق قال، فعشان كده كل مره بعدها بيبقى عايز جرعه اكبر لان هو فاكر اول نشوه وصل لها طبعا. فعشان كده لا هو بيبقى في احساس في النشوه في الاول، عشان كده حاجه جديده على الجسم، اقل حاجه زي بالظبط المشاعر اعتقد الحزن بالزبط. والفرح بتعلي الدوبامين بالظبط، بيبقى عايز يوصل لنفس المرحله بنفس المرحله. في تليفون تاني لحضرتك واستاذ كرولو صباح الفل. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. كنت عايز اكلم الدكتور كرولوس. هو سامع حضرتك اتفضل. طب تمام. انا عندي ابني يعني 25 سنه وبياخد بيشرب حشيش حاجه زي كده تمام، وطبعا انا عارف ان انا يعني موضح ان انا ما كانش مش عارف حاجه، بس بيجي الصبح، تمام، بيصحى طول الليل الصبح تمام ماشي، مثلا بيخش الحمام بيستنطق تمام،
بيقعد فتره كبيره جدا مثل ما بينامش، فعاوز افهم ايه ده بالظبط. هو بيشرب يعني حضرتك عارف نوع المخدر اللي هو حشيش ولا ممكن يكون في حاجات تانية انت ما تعرفهاش؟ هو اللي انا يعني في معلومي هو حشيش. حشيش لغايه دلوقتي هو ما يعرفش ان حضرتك عرفت. طيب شكرا. حاضر شكرا. انا بس مش متاكد ان سمعت السن. هو قال 25 سنه. 25 ويعني يصحى الصبح يدخل الحمام اذا كان بياخد او بيتعاطى، مش بينام خالص. من اعراض الشاب زي ما اتفقنا يعني الميثامفيتامين بيسبب نشاط لدرجه ممكن يقعد صاحي بالايام. وده بيزود اساسا الهلاوس. هي دايره مقفوله، هو بياخد بيحس بالنشوه فبيشوف هلاوس وضلالات فبيحس بانه مبسوط وجامد جدا فبيقعد صاحي فبيبقى عايز ياخد اكتر. طب هو دلوقتي يتصرف ازاي؟ هو مبدئيا قايل لابنه او محسسينه ان هو ما يعرفش حاجه وما اكتشفش، مامته عارفه، فياخد الخطوه دي ازاي؟ يصارحه ويقول له ولا ده هيخلي رد فعل الولد عنيف؟ طيب هو ده بيرجع إيه؟ كمان للعلاقه اساسا بينهم كانت ايه؟ لان ده مختلف، ما فيش حاجه ثابته في كل الاسر في كل المرضى. لو هو بيقول مامته عارفه فيفضل مامته هي اللي تفتحه في ده، مامته اللي توضح له طب انت في مشاكل عندك، طب انت مثلا شاب 25 سنه هل هو منتظم في شغله؟ هل هو لا مش هو غالبا مش منتظم في شغله، حالته الماديه شكلها ايه؟ فبيبقى غالبا بيبقى في حاجه بنسميها موتيفيشنال انترفيوينج او المقابلات الدافعيه، دي بيعملوها الناس متخصصين، بس على مستوى الاسره بنقول لهم تحفيز بشكل ان احنا نوضح له مكاسبه لو بطل ده وخسائره لو بطل ده. عشان هم بيبقوا في حاله مش مستوعبين بقى الكلام ده ورافضينه، يعني بيرفضوا اي نصيحه من اي حد. مش مجرد نصيحه، لا مش نصيحه، احنا بنشاور له. عاده النصيحه وهو واخد وهو تحت تاثير مخدر بيبقى بالنسبه لنا طبعا. انت ما تعرفش انا حاسس بايه، انت بالنسبه لك انت لو خدت مكاني هتبقى مبسوط. صحيح. فبالنسبه له يعني مش هيرفض النصيحه. صحيح. لكن لما نقول له خلي بالك فاكر انت 25 سنه مثلا كان معاك فلوس محوشها ضاعت، على حسب كل اسره حسب العلاقه. فلو في فرد المواجهات عاده وهو تحت تاثير زي ما قلت لحضرتك هو في سلوكات عدوانيه، هو اساسا من اعراضه سلوكات عدوانيه، فلو هي مواجهه جامده جدا وهو اساسا تحت تاثير مخدر وهو اساسا علاقتهم ما كانش افضل حاجه فهتجيب تاثير عكسي. لكن التحفيز بشكل المكاسب والخسائر، انت كسبت ايه وخسرت ايه، لحد ما نوصل مرحله لا قدر الله لو هو مثلا عنده اعراض ذهانيه خطر على نفسه وعلى غيره، لو عنده هلاوس وضلالات ان اللي حواليا بيشكوا فيا عايزين يموتوني فهموتهم انا الاول. زي ما قلت لحضرتك الحاله الجريمه القتل اللي حصلت ان هو كانت فكرتها انه شخص يعني او انسانه رفضت شخص فهو تخيل له حاجات او هيئ له حاجات فحموتها انا الاول. في الحاله دي القانون الصحه النفسيه في مصر وعلى مستوى العالم بيتيح للاهل لولي الامر انه يبتدي في علاج ابنه او يعني يزود اللي هو انا ولي الامر عليه غصب عنه بشكل معين. اذا القوانين بتسمح ان هي علاج المريض يعني سواء المريض النفسي بشكل قوي عام. او المريض او اللي بيتعاطى مخدرات حتى لو بشكل كبير. انا بشكرك جدا. بشكل اجباري بس في حاله خطر على نفسه. ايوه طبعا هو غير قادر على السيطره على نفسه يعني. وفي خط ساخن، انا مهم ان انا اقول ده، في خط ساخن لصندوق مكافحه الادمان والتعاطي تبع وزاره التضامن رقمه 16023. ده اي اسره تقدر تتصل 16023. انا بشكرك جدا دكتور كيرلوس بطرس اخصائي طب النفس وعلاج الادمان، نورتنا جدا، بشكرك. شكرا لحضرتك. نورتنا يا دكتور. صباح الفل. شكرا. نخرج دلوقتي مع حضراتكم لفاصل ونرجع نشوف هو حتى المصيف ليه اتيكيت بعد الفاصل.